شك دير؟ سمحي. ها؟ سمحي. باش راك سمحياتك واش؟ الصلصال للماء. وري نشوف. هذاك الله في يدك واش؟ الصلصال. الصلصال. نحن متواجدون في المدرسة القرآنية المبين، التي هي الآن تستقبل الطلبة يعني الذين يقرؤون ويرجعون إلى بيوتهم هنا، لكنها تصبو إن شاء الله إلى أن تكون فيها يعني أو تكون مدرسة داخلية إن شاء الله. وتخرج منها والحمد لله يعني عدة طلبة، هم الآن في سيرتهم المهنية محمودون مشكورون الحمد لله، وهذا بفضل القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حتى إن شاء الله يكون عضوا فعالا في مجتمعه وصالحا في مجتمعه ولبنة صالحة. وأنهم كلما أتى علينا شهر رمضان إلا وشاركوا في إحياء لياليه كلها، سواء بالنسبة للقيام يعني صلاة التراويح أو ليلة القدر كلها من أولها إلى آخرها عندنا هنا في الصحراء، وكذلك التهجد أيضا. الأعمار الذين يشاركون في تنشيط وإحياء ليالي رمضان يعني من 20 إلى حتى 10 سنوات إن شاء الله. إن شاء الله نكون نختم كتاب الله إن شاء الله، وأصير إمام إن شاء الله. إن شاء الله بدأت مسيرتي في حفظ القرآن الكريم بعد حصولي على شهادة البكالوريا، أيقنت بأني فاتني الكثير في مرحلة الطفولة نتاعي، ما كنتش نحفظ القرآن، وأدركت بأن طريق القرآن الكريم هو الحل لكي ينير لي حياتي، كما قال الله عز وجل فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في حياته ولا يشقى في بدنه، وكما قال كذلك فمن أعرض عن ذكري فإنا له معيشة ضنكا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين الذي وفقني على حفظ القرآن الكريم. الحمد لله رح نرتاح فيها ورح نقرأه مليح نحفظه على الحاج سيدنا كل شيء نديره. الله يحفظك.